يعني عندنا مجموعة من الإحصاءات بتتكلم على الأخبار المفبركة بشكل عام، وعلى أن الفيديوهات المفبركة هي الأكثر إنفاقا عليها من قبل جهات كتير. وعندنا إحصاءات بتتكلم على أن 60-70% من المحتويات المفبركة هي محتويات لأهداف اقتصادية، بمعنى أن جهات بتعملها أو أشخاص بيعملوها عشان يجيبوا عليها إعلانات، لكن الأخطر ال 20-30% التانيين. ده بشكل عام في العالم. وعندنا أرقام وإحصاءات تانية. الإشكالية يمكن شوية اللي بتواجهنا في التعامل مع الأخبار المفبركة أن في مصر مفيش دراسات وأبحاث بتقدر ترصد وتحلل كمي وكيفي الشائعات. مفيش أرقام عندنا على أكتر أنواع الشائعات اللي ليها علاقة بأقاليم معينة، بقضايا معينة. بطبيعة الحال أن أكتر أنواع الشائعات في العالم هي الشائعات اللي ليها علاقة بالموضوعات السياسية، الموضوعات الفنية، أوكي، الأمور وارد. اللي ليها علاقة بالخدمات. الأقلهم تخيلي إيه بقى؟ الاقتصاد والرياضة. ما يطلعش عليه إشاعات كتير. ما يطلعش عليه إشاعات كتير، وده ليس لأن الموضوعين دول مش اهتمامات الناس، بس طبيعة المتلقي أو المتعاطي معاهم متخصص. أصدق في الاقتصاد أنه يكون متخصص، لكن في الرياضة هل حتى جمهور الرياضة يعني؟ لأن جمهور الرياضة عنده شغف كبير فمتابع، فصعب قوي تقولي له ميسي هيوقع مع الأهلي او كهربا راح ريال مدريد. اوكي، خلاص هو فاهم السنس، متابع التطورات. ممكن يعني يبقى عندك حتى مساحات الاخبار المفبركه او الشائعات او الامور كده. ليه؟ لان هو بينطلق من شغف. لا بس انا كده يعني هاخد طرف الخيط، يعني اول معيار لاني ما صدقش الكذبه ان انا يكون عندي معلومه. بالظبط، يكون عندي معلومه ويكون عندي أرضية بنطلق منها أرضية موضوعية. في الحالة بتاعت المحتوى الاقتصادي أنا بنطلق من أرضية موضوعية. ليه؟ أنا راجل بتاع اقتصاد، فأنا لو حبيت الخبر ده أو كرهت الخبر ده أنا خسرت. أنا المفروض ما أحبش وأكره. أنا مفترض أن المعلومة لما تجيلي بناء عليها ببدأ أخد أكشن، أوكي، بناء على المعلومة بشكل مجرد. أوكي، لكن لو أنا حبيت حاجة أو كرهت حاجة في الاقتصاد هودي نفسي في ده.